l'article 551, la sous-traitance. La sous-traitance, لاحظنا بلي واحد المشاكل كثيرة حيت أننا حاليا مابقاش كنقدم الصفقات، مابقاش كنحط لي سوليسيون. ديجا بوغ لوبورتمون دو 48 ساعة تلقاو بأن كيديرو لنا أكسامبل أن أبل دور، كنحطو يعني الوقت ديالنا 48 ساعة، وبعد ما تطلبو دي كوبي. حسن السخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. اليوم الغرفة نظمت لقاء تشاوريا بخصوص موضوع مهم اللي هو مرسوم الصفقات العمومية بالمغرب الذي تم تنزيله شهر شتنبر الماضي، وتم الشغال به تقريبا لمدة 11 شهر. ومجموعة من الشركات والمقاولات عرفت مجموعة من المشاكل والإكراهات، واليوم كانت فرصة للإنصات لهذه الشركات لمعرفة هذه الإكراهات، وكذلك لجمع التوصيات لرفع الحكومة لتعديل وتصحيح بعض الأخطاء التي شملت هذا المرسوم. جحي ياسين مختص في ميدان الطلبيات العمومية. فعلا بعد صدور المرسوم الجديد لتفويت الصفقات العمومية منذ مارس، يعني ما يناهز حوالي بضعة أشهر على التنزيل ديالو في أرض الواقع، تم اليوم عبر يوم دراسي دراسة هذه المستجدات وكذا مناقشة بكل جرأة بعض النواقص وبعض المؤاخذات اللي كاينة على المرسوم، سواء على مستوى التشريعي كمواد قانونية أو لا على المستوى التطبيقي أو التنظيم السليم لهذه المقتضيات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.